حفلة أي كوكالين بدلني إن إنك بدل لبعتان أرضية أو حكبرت برتي معت كحنان إنستيتوت فور ساينس تكنولوجي أي واحد لوجو قبتي دك مدى متبان أرضية إن كوكالين بدلني سي معت كا يا واحد برتين عافيمات كا ويمدى برنيين حفلة دا واحد كسو قيب قلي مسؤولين كسو عدا معمول كا دك مدى متبان والدين يا قيبها كلا دوين بلشدا وجوهرين واحد حفلة ده فري معمولها معت كحنان إنستيتوت فور ساينس تكنولوجي معلن محمد حسين أحمد كاس أو بلشدة حفلة دكتور نادي أجور بحيي مرحلة دي أو صامر مع تكاني عدك مع تك هنان إنستيتيوت فور ساينس أند تكنولوجي وحال أساسية اللي وضع كون يلي حي طبانكي دقمة ما طبان حل جاس إلا ما أنت تاريخ دو مريضو لو كون لبعتني أفر سكونستنتي أيوة وش غينا يا مع تك دقمة ما طبان ددوينها دقمة ما طبان وإكفى إذا استان مع تك وحاول كبرته أرضيك لجد السن وقيمنا أي كبرتان قيبت كمبيوترك قيمنا قيبت عافيماتك قيمنا قيبت إنجليشك السنة كان لبضه كون لبعتني أفرت واحد تشد ونا هدو قال لي رهدو إنجليشك عافيماتك إيه تقول لي تشد ولب إنجليشك سهر ونعكسن أيان أرضه وبرد دونا هدو قال لي رهدو حان هيكسن دونا إن أرضي ده وحكبرت معهد كهنان غيبت إنجليشك إن مدو أفر بلاد أي كن نقدان كوكو هذي كرا لغة إنجليشك قري كرا سو نعكسن ويقان جرامر كده يعني نحوي هذا هدو قال لي رهدو مركا بلشة دقمة ما طبعا وحن لنا هاي كسو هرتا وكفى إيدي استفر صدان أو بحنا يا معهد كهنان إنه إن كهجا بترو لغة إنجليشك أو إلا هير سرع أو دين برو وححط سن مثلاً إن معتكو هدو قال لي رهدو أو بحن دانو شهادة أتفنس الدبلوما أو كوب حد دانو لغة إنجليشكا حل جاسي شهادة قاعدنا يان لما يستان مدة جاسي هدو قال لي رهدو وحين نقن دانان أرضيدو كوكو هل كر لغة إنجليشكا سيدا مريكن كي إنجليشكو إجوا هلان هدو قال لي رهدو وحن سيدا سو كودنا أو عن ولان هاي وحن جلين دانا دال بدن وحن أوكياني معلمين حرفة دودة له أو سيدا أردا ده مارت هبك تيتشنكا أو لغة إنجليش كسي ونعكسن أتقارنو أو ما عاد كنا سيدا وكلا وحوسينا يا مدة أي برنا يا أنا أفر تاسي بلادا كارس وقت وقت جد وديري هاي أدو إلا كمتن دقيقة أيا لقسين دونا ماني كستا إن قاتان لغة إنجليش كا أيضا قيبك الجدسن سيدا كونفرسيشن كا جرامر كا academic writing ama macnaha qaabka qoraalka luqadda ingiriiska loo qoro vocabulary-ga tenisyada naxwaha luqadda ingiriiska erayada iyo sidoo kale sida macnaha loo curiyo paragraphs-ka duqalli yiraahdo insha Allah ta'ala ma had ka hanaan wuxuu noqon doonaa mid ardada ka soo baxdo insha Allah ta'ala ay noqoto kuwo أقون سر أوله وحاي برنايان هدي أما عافمات كي برنايان يهدي أي كمبيوتر كبرنايان يهدي إنجليش كبرنايان أنت بقى قار كمدة عرضي ده وح كبر تمعت كايا وح يقود ده الجواب تكون صوبن دجين وح يعبي هلك كبرتين تكوارد إن لارتي أما تلو جبها يا حد ير وح أنا كمدة من رالي فيتامين نسك برتين كو حقوق كوي يا هاي علم تسع ريال اسكت تجاي أو كمدين كربون كهيدروجين كأكسجين كينيتروجين ك it's it only that content وعريا كليه كوكو نيتروجين نيتروجين كو is the element تسع سنبات for growth for growth أو كمسولنا كا for تانك wellness restoration of healthy care of dying prevention of illness the international care of nursing to observe and maintaining healthy the nursing must carry out the doctor's order which quality it is very important then it's all now pharmacology is a study of drugs living organisms drugs are chemical that alter function organisms ahnan ya drugs channel are given for diagnostic prevention counter and disease of Pharmacokinetics is a study of biological and therapeutic effect drugs with the drugs does the body. Cudurada lagu kala qaado saxarada afka gaartay waxa kamid ah typhoid fever, giardiasis, cholera, hepatitis iyo ascaris.
airborne diseases cudurada hawada lagu kala qaado waxaa kamid ah common cold hargabka measles jadeecada influenza durowga iyo diphtheria cudurka qaaxada iyo bertosis xiqdheerta iyo tuberculosis cudurka qaaxada healthy is the state of comportmental physical well-being and absence of disease or deformity what is the first aid is only temperature given to emergency order to prevent further injury and relief severity until covered feet dagni kale waxa munaasabada hadallo isku gujira mahadcelin iyo dhirigelin ka jeediyay qaar kamid ah macallimiin waalidiin odayaal laqan oo xaflada ka soo qayb galay waxaan ku boorinayaa ardadan maanta qalin badalaneysa maadaaba talaabadii koowaad ay qaadeen oo xagga caafimaadka ah inay socdaan ilaa intii ilaahay ka qadaro iyaguna ay juhdi ku bixiyaan aysan meeshan ku harin inay isdhihiin waxbaad barateen ee juhdi inay bixiyaan ilaa iyo ay naftooda anfacaan ummaddana anfacaan inay socdaan waxbarashada ay wadaan waxbarashadu ma dhammaato runtii arrintan galabtan ka soo qayb galnay waxay farxad u tahay degmada waxay farxad u tahay macallimiinta waxay farxad u tahay ardayda ruuxadeeda qalin badalaneysa waxay dhammaan farxad u tahay bulshada reer Matamaan waxaan ku waaninayaa cid kasta oo jaanis heli karta haweenaa tahay yaraato inay jaaniska waxbarasho ka faa'iideystaan waxaan u mahadcelinayaa macallinka iyo maxaa tiraahday ardaydiisa waxbarashada si wanaagsan oo qiimo badan degmadan jiil badan soo saaray hadda ka bacdina inuu soo saaro aan rajaynayno macallinkeena macallin maxamed cardoofe degmadan wuxuu ka qabtay aad iyo aad wax u qiimo badan wuxuu soo saaray arday badan maanta waxa qalin bedelanaya ama qalin jabinaya la dhihi karo arda qiimo badan oo waxbarashada heer wanaagsan ka gaartay waxaana ka rajaynaynaa kuwa ka badan iyo oo ka sii dambeeya kuwa hore oo ka soo baxana waa aragnay waxaan rabnaa qolo walba inay ku daysadaan oo wanaaggaasi waxbarashadaas waxbarashadu muhiim waaye waa wax maaragtay nolosha aasaasiga ka mida aad iyo aad u mahadsan yahay waqtigu wuu gaaban yahay maqribaa nagu soo dhow hadalka siima badi karo aad baan u qiiraysanahay waxbarashada qiimaha ay leedahay baahida aan u qabno hore ugu qabno ama hadda aan u qabno aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa hadduuna cilmi jirin maanta horumarka lama soo gaadheen hadduuna cilmi jirin horumarka maanta aanu gaadhnay lama soo gaadheen maanta adduunka waxaa horumar lagu gaadhay waa cilmi weeye waddamadu waxay ku horumareen waa cilmi iyo aqoon bay ku horumareen hadduuna cilmi jirin horumarka lama gaadheen hadday caafimaad tahay hadday luuqad tahay waxbarasho hadday tahay dhinac walba hadday tahay waxa lagu horumaray waa cilmiga cilmigu waa kay noo suurtageliyey maanta in la gaadho dayax la gaadho waa ka noo suurtageliyey in caafimaad fiican aan helno waa ka noo suurtageliyey wax kasta oo bulshadu ay qabsan karaan marka waxaan u hambalyeynayaa ardayda halkan ka qalin jibinaysa oo ka qalin bedelanaysa 10 arday ayaan marka hore u hambalyeynayaa waxaan leeyahay hambalyeyn leeyahay cilmigana ha joojinina halkaa ka sii wada cilmiga ha joojinina halkaa ka sii wada maanta waxaan joognaa asbuuciiba in 10 aan uga 10 ilmaha dhalinyarada deegaanka u dhashay ee qalin jabinayaan ama caafimaada ama ingiriisa waa wax ilaahay looga shukriyo macallimiinta waan uga abaalhaynaa dardar gelinta iyo dadaalka ay wadaan qofka waxbartayna guriga hooyadiisa iyo aabihiisa waxuma barane bulshada wax u bartay oo indhihii bulshada waaye dhalinyarada qayb jiris waxaan leenahay bulshadaad wax u barateen u shaqeeya bulshadiinna ilaahay inay ku guuleeyaan leenna macallimiinta fii yarood qaataan waxba tari maaya bulshadaad indha u noqoteen indhaha ilaahay kama tuuraan idin leenahay bulshadiinnana u shaqeeya waxaan leeyahay halkaas adii macallimiintiina ka sii wada waxaan idin ku dhiirigelinaya ardada sharafta lehay waxaan xaqiiqo ah dugsigan Hannaan Institute in maanta isbitaalka degmada ardada wax ka barata macadkan ay ka shaqeeyaan oo dadkii noo daaweyhayaan ay noqduraayaan marka waxaan leeyahay ardada kaleeto ku daysada ardadan insha Allah anagu xarjeyn doonaa idinkana inaad xirfadiina ku shaqeysa doontiin
إن كان كلمات دونه سيدا متقارنة وحلاو ضلبضو أما سدي سيفية تاي أما هذي تاي وحلاو يقارنو لوكال كليا لسكو كوبيني لغات إنجليش إن متقارنة سفيا عنا لابرتو وقدام بيان وحا حفلة الصحرة يقاسمها ورفافين تدق مدى متبان أحمد إن دتاق إساقو أرددا كوبورين هل كاسكسي ودان ددال كودا وحبرشادا كو أدن بلشادا ودن أيقو فايديان وحيابيها إبرتين حنان إنستيوت ما هن مركي يقول رئيسي وأن كسر قريب قاله قال إن شبنتا أما كمبيوتر كام عافمات كام حسابات كان حلا إن هاي إن أستاذ عضافة وأن أعد متبان وحبلا نقول فائدة يي وحن كمدة هاي دك كفائدة استي كمبيوتر كوقت يقول رئيسي معد كان ayaa sidoo kale waxaa lagu soo kordhiyay qaybta barashada luqadda ingiliiska ardaygana lagu baray muddo 4 bilood ah gudahood wana soo baxayo isagoo ku hadli kara luqadda qori karana